أول شيء الحمد لله، الحمد لله الثلاثة اللي فاتوا نعرف أن كل مباراة بتكون صعبة. تعرف الفريق المنافس زي متكتة دفاعية معناتها صعيب، وأرضية الميدان يكون قبل خطة شوية اللاعبين. جتنا فرصة الشوط الأول ممكن ما استغليناهمش، معناتها كنا ماسكين المباراة معناتها 90 دقيقة كانت المباراة في يدينا. نعرف أن الهدف ينجم يتسجل حتى في دقيقة 95، معناتها عادي معناتها نقعدوا ساقين على الأرض. اللي طلبته باللاعبين ممكن التغييرات اللي صارت، غيرنا الأسلوب بتاعنا وغيرنا معناتها بعض العناصر اللي لقينا معناتها النتيجة بتاعها. ضرب الجزاء كانت صحيحة معناتها الحق يقال، وكانوا مصوروا الناس كلها تشوفها، ما نستنوا هدية من حتى حد. بعد ضرب الجزاء جتنا ثلاثة أو أربعة فرص كنا نجم نقطة المباراة وسهلة نروح للمباراة أكثر. الحمد لله أهم شيء نشكر الشكر الكبير للجماهير بتاعنا بعد الشك اللي عملناه في اليابس، بالرغم أننا ما كناش نستاهل وأننا باش ننهزمه، لكن الجماهير كانت تتأذى فينا وتشجع فينا وفي التمارين موجودة وعندهم ثقة كبيرة في المجموعة. بحول الله نخدونهم كل أسبوع، نخدونهم ثلاث نقاط بحول السلم العالي إن شاء الله.